أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada hari ini merupakan hari pertama kita sholat bertarawih di Masjid At-Taqwa, yang mana selama ini kita tidak dapat mengerjakan ibadah secara berjemaah disebabkan oleh penguatkuasaan PKP untuk daerah Kiniyo. Jadi untuk melihat suasana sholat tarawih dan juga sholat isya, jom kita masuk dan sama-sama kita melihat suasana. Oke, let's go. Sama ada amalan itu adalah besar ataupun kecil, maka semuanya digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara semua, ayolah kita perbaiki diri kita. Sudah-sudahlah. Nah, kita tidak rasa puas hati dengan apa yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa kepada kita. Janganlah dengan sebab kita berada di bulan Ramadan, ada di antara kita yang terasa dengan perbuatan kita. Sama ada dengan tangan kita, sama ada dengan mata kita, sama ada dengan mulut kita. Semuanya akan memberi kesan kepada kita dan memberi kesakitan kepada orang yang kita tunjukkan, saudara semua. Sudah-sudahlah saudara semua. Saudara semua, kita ini hanyalah menunggu saat untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah memadai bagi Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kamu pahala. Tidak memberi kamu pahala dengan sebab rosaknya pahala Ramadan kamu. Dengan sebab pertama kamu menyakiti saudara. Kamu menyakiti saudara kamu. Kamu apa kamu rasa? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya as-salatu hayya 'alal falah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin shalat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء وما خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لنا يا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله مخلصا وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمين يا الله يا رب العالمين يا رحمن يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامد الحمد الشاكر الحمد الداعم الحمد يوافي نعم والكافي المزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتذرعنا وركوعنا وسجودنا وتكبير سيدنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا في رمضان اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا في رمضان اللهم اهدنا في رمضان يا رب العالمين اللهم تب علينا في رمضان اللهم تقبل توبتنا في رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا في رمضان اللهم ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Shabbat. حبيبنا وشفيعنا ومولانا